رغم ما وصلت إليه جودة التعليم العالي في اليمن من تراجع غير مسبوق بسبب ظروف الحرب العدوانية على الإنسان اليمني وكل مقوماته، إلا أن بعض الجامعات اليمنية أثبتت قوتها علميا وبكل جدارة، فكانت على أولى القائمة الجامعة الماليزية التي تصدرت المركز الأول من حيث جودة التعليم فيها، وبشهادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب الذي اطلع على سير وأداء وأنشطة الجامعة الماليزية الدولية. هذا كلام مش صحيح، ما تستطيع، لا ما يستطيع أي إنسان يفتح جامعة في الجمهورية اليمنية غير مرخصة، سواء كان رجل أعمال أو سيدة أعمال، أن يتجرأ ويفتح جامعة بدون ترخيص ما يصير صحيح. مستحيل. أولا الناس ملتزمين بالنظام والقانون، ثاني شيء القانون لن يسمح لها نفسها. وأشاد الجميع بالنجاحات التي حققتها الجامعة والتجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة التي وفرتها الجامعة منذ إنشائها، كالقاعات ومعامل التطبيق النظري والعملي وأقسامها وتخصصاتها العلمية. وقد قدمت الجامعة مقاعد مجانية لأبناء الشهداء للدراسة في مختلف أقسام كليتها للعام الدراسي الجاري بتكلفة 71 مليون ريال، حيث أن الجامعة تم اعتمادها منذ إنشائها من قبل وزارة التعليم العالي. في الجامعة الماليزية وقيادتها برئاسة الدكتور فؤاد ورئيسة مجلس الأمناء الأخت قاهر، أنا أسجل الشكر والتقدير للجامعة على هذه المبادرة الطيبة، وأرجو أن تحذو بقية الجامعات حذو هذه الجامعة، فلكم الشكر جميعا وتهانينا للمحافظة بالكل وبكلها يعني على هذه الإنجازات، وندعو بقية الجامعات إلى أن يحذو حذو الجامعة الماليزية. وشكرا للأخت قاهرة والمجلس أمنا هذه الجامعة على هذه المبادرة الطيبة. أنا كنت أعتبر أنها 5% التي بنفرضها وإذا بها غيرها، فهذا شيء نقدر لهم تقدير عالي. من خلالكم نقدم الشكر الجزيل لجامعة الجامعة الماليزية الذين هم سباقون دائما في فعل الخير، وقد قدموا هذه المبادرة العظيمة لأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل هذه العزة والكرامة التي نحن نعيشها في هذا الوضع يعني الاستثنائي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوطنية التي تتحلى بها إدارة هذه الجامعة. وهكذا وسط تطورات العصر السريعة في مجال التعليم العالي، لن تبقى ولن تدوم إلا من أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة في تطوير وتوفير كل جديد لشبابها، فكانت الجامعة الماليزية محطة ثقة وتميز لكل الشباب الملتحقين بها من كل أنحاء المحافظة. هبة محمد، محافظة إب.